مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في خبر اليوم نقدمه لكم من قناة شوف تيفي. في وقت تقترب فيه الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 7 من شهر أكتوبر المقبل، بدأت الأحزاب السياسية تدافعها وتراجعت عن وتيرة مهاجمتها للأحزاب الأخرى، بل وبدأت في التشاور والتقارب وإبداء المواقف الإيجابية في بعضها البعض. مشاورات هنا وهناك وأحزاب تتغزل بأخرى على الرغم من الخلافات التي طبعت العلاقات بين بعضها في الآونة الأخيرة وفق منطق الانتماء حسب صف الأغلبية والمعارضة وكذا الانتماء المرجعي والإيديولوجي. لتندثر كل هذه المعطيات وتظهر الأحزاب السياسية المغربية على طبيعتها الحقيقية بكونها أحزاب مصلحة وأحزاب لا تعير أي اهتمام لمرجعياتها ومبادئها. نستمع في هذا الإطار المحلل السياسي محمد بودن في تصريح لقناة شوف تيفي، نتابع. من وجهة نظري أعتقد بأن التحالفات في المغرب تبقى مبنية على 3 عناصر. العنصر الأول وهو عنصر المصلحة، ثم العنصر الثاني يتعلق بقوة الفاعل الحزبي، والعنصر الثالث مرتبط بالترتيبات التي تجرى قبل الانتخابات وبعدها. لذلك فأعتقد بأنه يصعب تحديد من مع من ولماذا في ظل يعني تجسيد قاعدة يعني تحالف الكل مع الكل، والإمكانية ديالها دائما تبقى حاضرة. طالما أن التحالفات يعني لا ترسم بشكل قبلي وثمة ملاحظات يمكن نسجلها عن مستقبل التحالفات ظل الحركية اللي كتطبع حاليا صلة الوصل بين الأحزاب السياسية وخصوصا الشخصيات ديالها، لأنه ما كنتحدثوش على الحزب، دائما كنتحدثوا على الشخص الذي يميز الحزب. فالملاحظة الأولى، التحالفات في نظري لن تخرج عن 8 أحزاب، ويعني يتحدث هنا عن 3 الخانة الأولى التي تتكون من 3 أحزاب كالقول بأنها بين ظفرين كبرى والأحزاب الخمسة المتوسطة. وقد نشهد يعني G4 في مقابلة G4، لأنه هذه المجموعات أصبحت يعني بحكم أن 8 ديال الأحزاب هي اللي يمكن تشارك حاليا، لأنه الأحزاب المتبقية كلها أحزاب صغيرة وليست لها مقومات تنافسية يعني بشكل كبير في الانتخابات. قضية التحالفات السياسية ببلادنا تعتبر من النقاط المثيرة للجدل بخصوص مصير العملية الانتخابية ومدى توافقها مع إرادة الشعب من خلال النتائج المتحصلة عليها من طرف الأحزاب، لأنها تضرب في العمق اختيارات الناخبين وتظهر الأحزاب على أنها أحزاب خائنة للناخبين. نستمع مجددا للمحلل السياسي محمد بودن في هذا الصدد، نتابع. وبنكيران فأعتقد أنه جمعهم الحب يوم عيد الحب، ومن يدري قد تجمعهما صالونات ترتيب التحالفات المقبلة، أو على الأقل قد يحصل هناك تشاور وتفاوض بينهما. وأعتقد أن من يتحدث عن خطوط حمراء الآن فهو يجهل خصوصيات العمل السياسي المغربي. الملاحظة الرابعة في تقديري، فالتحالفات في المغرب خاضعة بالأساس ثنائية الربح والخسارة، وأعتقد أن مسلسل التمردات قد انطلق ليستكمل فيما بعد يعني بلحظة قد نسميها لحظة الصفقات، لحظة ما بعد 7 أكتوبر 2016. لا خطوط حمراء إذن لدى الأحزاب السياسية المغربية فيما يتعلق بالتحالفات السياسية، فهي مستعدة للتحالف مع الكل مهما كانت المرجعيات والإيديولوجيات، كما تسدل الستار أمام الماضي البعيد والقريب حينما يتعلق الأمر بالتحالفات في انتظار أن تحمل الأيام المقبلة الكثير من المفاجآت في هذا الصدد. دمتم في رعاية الله وإلى فرصة قادمة بحول الله.